خلينا ناخد تليفون معانا استاذ محمد من هنا. اهلا وسهلا. معايا معاك يا ابني. اهلا بيك يا فندم، اتفضل استاذ محمد. تمام يا ابني، اتفضل. لو ليك اي سؤال يا فندم اتفضل. معاك دكتوره دينا. مساء الخير يا استاذ محمد. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك يا دكتوره. اهلا بيك، اتفضل سؤالك. تمام. هو بالنسبه للمكمل الغذائي يعني هو جاب نتيجه كويسه يعني. اه حضرتك جربته؟ اه جربته. بقالك قد ايه بتاخده؟ كان هذا 3 شهور. 3 شهور. طب قول لي يا استاذ محمد، حسيت ايه الفرق يعني معاك؟ انت بتستخدم قد ايه؟ كبسوله واحده زي ما انا بقول؟ اه هو احنا كذا دكتوره يعني بالنسبه للمخ والاعصاب والكلام ده. حسيت بنشاط اكتر؟ حسيت بطاقه اكتر؟ اه لا حسيت هو جاب مفعول كبير يعني بالنسبه، كان المخ دايما زي الحرقان كده. اوكي. طيب حلو، حلو قوي. انت اخدته 3 شهور يعني انت استخدمت 3 علب صح؟ يعني آه يعني كل شهر بتجيب علبه. تمام. طيب سعره ايه؟ انا عايز اعرف. معلش يا استاذ محمد انا عايز اعرف حاجه، سعره كويس مناسب؟ هو سعره كويس بالنسبه يعني بيجيبوا لي لغايه البيت ب 100 جنيه الشريط. ماشي يا استاذ، مفيش مشكله. طيب السعر، انا مبسوطه ان السعر عجب حضرتك واتمنى لو حضرتك متزوج تخلي الزوجه تجربه. يعني لو حضرتك متزوج الزوجه تجربه برضو، تجيب لها علبه لان السعر حلو قوي وهتلاقي نتيجه كمان معاها حلوه جدا، حتى شعرها وبشرتها يعني هتحلو اكتر كمان مع اي ال بي مالتي فيت. وميرسي قوي على تليفونك، وانا مبسوطه قوي فعلا ان حضرتك اتكلمت وبتبسط من الفيدباك ده والناس الحقيقيه. طبعا يعني انا بتبسط جدا من الناس الحقيقيه اللي جربت واتكلمت وقلت الساعه على الهواء. ميرسي لحضرتك يا استاذ محمد. شكرا ليكي يا فندم. طيب نستكمل بقى حديثنا. خلينا نقول احنا دلوقتي اتكلمنا عن خلاص الـ 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 الاهميه سواء للسيده او للرجل. خلينا برضو نقول طيب اعمار تبدا من قد ايه؟ لو انا مثلا عندي اطفال هل اقدر اديهولهم؟ انا دايما اصل في ناس بتربط فكره ايه يا زينة؟ تقول لك انا اي حاجه اقدر اديها للطفل تبقى هي امان، اديها للسيده الحامل تبقى امان. هم بيطمئنوا من الناحيه دي. فممكن توضح لنا الموضوع ده؟ هو الب مالتي فيت اول سن بياخده 13 سنه. 13 سنه طبعا هيبقى حلو جدا اول ما بيخش في سن المراهقه ياخد حتى يبلع القرص. يبلع لان القرص كبير شويه. صعب ان الطفل يعرف يبلعه. اوكي. فهو من 13 سنه. اوكي. الست الحامل بدا عاملها الب مالتي فيت اكيد رائع ليها. كويس قوي. ممكن تسال مثلا بعد الشهر الخامس محتاجه جرعات كالسيوم اعلى. بتحتاج. بتحتاج 1200 ملي جرام، لكن لو هي مش حامل ما ينفعش ان الكالسيوم يعلى عن المعدل الاساسي. تمام. الب مالتي فيت رائع ان نسبه الكالسيوم مش عاليه. فاقدر اخده يوميا بدون خطوره ولا ترسيب او الحاجات اللي احنا قلق بقى ياثر عليا. وطبعا ناس كتير مثقفه وبتتفرج علينا وفاهمه تقول يا دكتوره دينا انا باخد كالسيوم كل يوم، طب ايه الاخبار؟ لا شوف الكالسيوم عندي 70 ملي جرام. فلا يمكن لا يمكن يحصل ترسيب للكالسيوم. نسبه الزنك بقى كلمينا عنها لان انا يعني مبسوطه جدا بيها. نسبه الزنك ده اللي بيميز الب مالتي فيت على تركيز الزنك. قبل ما اعرف منك موضوع فكره الزنك، ما انا برضو لازم اسال. ما انا مش قصدي حاجه ان انا براجع وراكي، لا يعني انا لما جيت اجيبه واسال عليه في الصيدليات بعد ما انت اديتيني العبوه انا قال لي لا في حاجه يعني بعض الفيتامينز والمكملات الغذائيه ما بيبقاش فيها النسب عاليه كده. صح. بتبقى نسب اقل من ده. بالزبط. فهو يعني دي برده حاجه حلوه الواحد يعرف الدكتور الصيدلي نفسه بيقول ايه. طبعا. فكره اي صيدليه هتدخلها. ايوه صح. هو عارف وبيقول لك ده كذا وده كذا، انه عارف كل المجموعه اللي موجوده عنده. لا ما احنا صيادله ودرسنا كل ده في انا 5 سنين في الكليه وبيبقى عندنا طبعا وعي شديد بالصيدليه اللي انا شغاله فيها والتركيزات. واحنا انا زمان كنت بشتغل في الصيدليات بس دلوقتي تفرغت لشغلي. لكن لا طبعا طول الوقت انا قاعده بحب اعمل ابجريد لنفسي. طبعا وعارفه المكملات اللي حد يجي يخش. حد يجي يعني كلاينت يجي يخش ابقى انا فاهمه الحاجات الابديتنج. انت عارفه الفيتامينات كل شويه لا وبقت اسعارها فلكيه. خلينا نتكلم ان في انواع فيتامينز اسعارها فلكيه مش متناول الجميع يا جماعه. فيعني انا لما الاقي فيتامين فيه كل الخواص دي ومرخص وبيتباع في الصيدليه وفي سهوله ان انا اصدقائنا في محافظات يجيبوه وفي نفس الوقت سعره مناسب ويكفيني طول الشهر. طبعا دي حاجه هايله. طبعا. طب احنا معانا تليفون. معانا مين؟ معانا رضوى من الاليوبيه. اهلا وسهلا.
الو، اهلا وسهلا بيك يا استاذه رجوى، اتفضلي. كيف حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي نورتينا، اتفضلي حبيبتي لو ليكي اي سؤال. ممكن اكلم دكتور دينا؟ اتفضلي يا رضوى. معاكي حبيبتي. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه يا رضوى؟ الحمد لله. انت من القليوبيه؟ ايوه. اهلا بيكي وسلامي لكل الناس اللي عندك. ربنا يخليكي، تسلمي. قولي لي يا حبيبتي انا معاكي. هو انا عندي 25 سنه. اه. ولسه متجوزه كده من سنه ومخلفه بقالي جديد. الف مبروك، احلى مامي في الدنيا. ربنا يخليكي، تسلمي حبيبتي. وانا بس حاسه من ساعه ما خلفت وكده وبدات ارضع، حاسه ان انا دايخه شويه، ما بقدرش اقوم من على السرير كتير، يعني حاسه بكسل كده طول الوقت. بصي يا رضوى، اهم حاجه برضو تعملي تحليل السي بي سي اللي هو صوره الدم الكامله، وتطمني من نسبه الهيموجلوبين والحديد عندك، ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين، عايزاكي بعد ما تقفلي معايا تجربي الب مالتي فيت، موجود في الصيدليات، موجود في القليوبيه، موجود، احنا موجودين على فكره في القليوبيه، موجود في الصيدليات، ولو مش قادره تنزلي الصيدليه كلميني عن طريق الرقم اللي ظاهر على الشاشه، هيوصل لك لحد باب بيتك. الب مالتي فيت هيبقى رائع معاكي، لانك انت بتقولي دوخه، انت محتاجه فيتامينات ومعادن. ما دام انت الحديد عندك كويس، واكيد انت سنك صغير، يعني هي سنها صغير، فاعتقد ان مفيش اكيد دلوقتي مشاكل في الاعضاء، يعني كبد وكلى والغده الدرقيه وكل ده، ان شاء الله يبقى عندها سليم. وقتها اقدر اقول لها تستخدم الب مالتي فيت، هيبقى رائع معاها.